ما احنا كنا اهل اول مثلا دلونا بيت فلان في عنده بنت بنتين ندق عليهم الباب بس هم ما في ونصعب القصة ما في باب لا ندق باب ولا في شيء منشوفها بالطريق منشوفها بالجامع جينا وجينا وجيناكم الله محيي ملقاكم وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة وياكم طلع الصوت شو الإذاعة صرنا على الهواء صرنا على الهواء ولا لسه لا شباك مين في غيرك شباك يعني لك لا ديك الثاني شباك افتح في إذاعة غيركم اسمها شباك ما في عم بحكي على الشبكة أنا ايه هي الشبكة ما عم تفتح خلي خليك مرتاح اهلا اهلا وسهلا اريد ان اسلم على خير الحمد لله راسي والله الله يسلمك كيف صحتك كيف صحتك اوه جيد جدا يعني في رمضان اذا حكينا معك بالعاميه صعبه ما الا باللغه العربيه فصحى فصحى نعم والله يعني نحن الفصحى يعني دائما يحفز ويحرض على ان يكون كل العرب يتكلمون الفصحى ان شاء الله ان شاء الله نعم احياء العرب يكون احياء باللغه الفصحى لأن اللغة أهم شيء قوائم المجتمع تعتمد على اللغة عندما يصيب أي شيء عن اللغة مثل العامية مثلا هذا إصابة مرضية مثل هذه الإصابات كلهم يؤدي إلى الإفناء لذلك نحن ندافع لغة الفصحى دائما يعني لابد أن يكون لغة الفصحى قائما وجودا وقويا حضرتك أستاذ جامعي وبنفس الوقت تركي تعلمت العربية أين؟ في تركيا في تركيا نعم من هم الأساتذة كانوا؟ نذكر أسمائهم؟ طبعا يعني أساتذة مختلفة من الثانوية بدأت كلية الإلهيات وبعض الإلهيات تدريب المعلمين مراكز تدريب المعلمين رغم أهم الشيء يعني الجهد والإذاعات استماع الإذاعات يعني كان في هذه الفترة في شبابنا شبابتنا لا يوجد ذهاب والإياب ومحادثة مع العرب كان قليلا جدا ولو ذهبت والعرب لا يتكلم باللغة الفصحى والشوارع باللغة العامية كان صعبا يعني اليوم رح تستمتع بالنسبة للموشحات لأنه باللغة العربية الفصحى أهلا وسهلا هذا شيء شكرا لك جدا بالنسبة عامكم بخير شكرا 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 رد بالك على استاذنا هذا استاذنا ودكتور هالدكتور انا اخذت منه كلمتين يعني هيك استانسنا فيه بدنا نوقف يوم نعمل شيء استاذ عبد المعين من اقدم المقدمين عنا بسوريا اقدم المقدمين على الاطلاق يعني ما شاء الله اهلا وسهلا اهلا وسهلا فيك كانت ما شاء الله توب انت كيفك تمام الحمد لله بتخبرينا تمام والله كله تمام اشتقناكم اشتقنا لبرامجكم وطلالتكم دائما ان شاء الله هيك بنلتقي ونحكي الجو اليوم حلو ما حلو كثير والله اهلا وسهلا فيك وجودكم تسلمي شكرا كل عام بخير بخربط فيه على طول لك بقول هالتركي من وين؟ هالتركي من اسطنبول يعني بذكرنا باللادية صحيح وايام اللادية الله يرحم ايام اللادية وين اراضيك هلا شو عم تساوي شو عم تسوي؟ بعدنا مشغلنا بالسياحة بالسياحة بقول لك من طلع من داره المقداره شو اخباركم؟ والله بخير الحمد لله، في شيء جديد بالنسبة لموضوع المؤسسات السياحية السورية ولا ما عم يصير توافق بين التركي والسوري؟ لا 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 الأمور عم تتوافق وصار تعودنا عليهم وتعودوا علينا. ايوه فالكثير الغير نظاميين عم يصيروا نظاميين والحمد لله. الحمد لله. فهذا الشيء ببشر بالخير إن شاء الله. والأسعار عم تطلع ما؟ والله الأسعار عم تطلع هذه شغلة سوق حر عرض وطلب لما بيزيد الطلب بيزيد السعر كم باخرة سورية نقول هلأ في موجودة على البوسفور بالنسبة للبواخر العربية الموجودة على البوسفور هن صاروا 5 حسب علمي بس ما كلهم سوريين 3 سوريين وفي 2 مشتركين شو بتنصح على الموسم اللي جاي هلأ أنا بنصح أنه طلعوا شوفوا غير اسطنبول اسطنبول حلوة بس تركيا كلها أحلى نصيحة يا بقى تكونوا بدائرة واحدة عندنا بتركيا 83 ولاية فالناس ما بس تجي على اسطنبول اسطنبول أوكي هي المركز
بس عندك 83 ولاية لازم تزورها. وقت اللي بيشوفوا الشيء الثاني كمان بيقولوا فعلا مثلا الناس طلعت على طرابزون شافت طرابزون صار كلها تطلب طرابزون. طيب طرابزون انتوا شفتوا عينة عندكم للسوان عندكم الازاغ عندكم كتير ولايات روحوا شوفوها ما تحصروا حالكم اسمعوا للموجود هون وين بينصحكم. الحمد هاي لله تلعبوا انتوا بخير وانت بألف خير نراكم بخير دائما. شكرا 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 اخيرا بدنا نساوي الاقامه هيك اخيرا وليس اخرا لاطناكي هون. اهلا وسهلا. هلا مع عبد الله الحموي اهلا وسهلا فيكي. الله يسلمك. حضرتك صار لك فتره بتركيا ما هيك تقريبا 4 سنين. نحن على فكره تابعناها احيانا بتعمل بث مباشر لحالها على الفيس. ما وين ما بتكوني بحب يعني غير جو من حاجتنا مقت يعني الصراحه حاجتنا مقت فبحب اعمل شغلات حلوه يعني إنه وين ما بكون بحب أعمل مباشر بركي إلا بعد هالمباشر بعمل مباشر إلي خاص. ممكن درستي مع عبد الله شيء أيام زمان؟ لا بصف الرابع لنصه. معناته لهلا بتكتبي وبتقري و... الحمد لله يعني هلا بسبب الفيسبوك والواتساب يعني بدك تقول 50% صرت أعرف أقرأ وأكتب الحمد لله. حلو التواصل يعني. إيه فرق يعني فرحتي معاطية لحدا كأني أخذ البكالوريا. حاولتي تشتغلي؟ حاولت ادور على شغل ما لقيت بدهم لغه تركيه وانا اللغه هي ما فهمت فيها شيء ابدا يعني يا دوب 10 كلمات بخلص حالي فيه ايه بس يعني انا هلا بساعد هون الشباب السوريين امكانياتي هي المعنويه انه اذا واحد بده يتزوج ممكن ادور له على العروس اذا بده يكسي بيته ممكن انزل معه على السوق اذا شيء وحده حامل وما فيها لها هون حدا ممكن روح معها على المشفى كون أنا أم إلها تانية بسلامة أهلهم إذا كانوا بسوريا يعني الحمد لله على قد استطاعتي. والله حلال عليك يعني ببال طويل و... وإذا كان في شيء للطبخ أو يعني كله مجاني لوجه الله تعالى كمان ما يعني منيحة هي هيك بس يعني ما بتزبط بالأخير الحالة يعني أنت مكتفية هي الحالة تعبانة مو ايه بس كمان يعني طلع هيك على هالشباب هي يعني يا دوب عم يلحقوا حالهم ولبيوتهم اذا كان متزوج جديد اذا كان فاتح بيت جديد يعني دوبه يلحق لبيته يعني بتروحي مثلا اذا واحدة بدها تولد على المستشفى على البيت اكرموني اذا هنن اكرموني ايه يعني انا ما بحدد له ايه هنن يعني في ناس كتير اكرموني وبتروحي يعني معهم بتضلي بروح معهم على البيت ايه بنام معهم على بالبيت وبشوف الطفل يعني مثلا بالليل اذا بده شيء اذا الام بدها مساعده بالليل يعني كانه ام تانية معها انا انت مبسوطه بهذا الشغل من جواتك يعني عم تشتغلي بحس حالي انه انا مرتاحه نفسيتي مرتاحه هلا هون يعني عم يجوا ناس يقولوا لك مثلا شباب او بنات او يعني اكثر شيء الشباب يعني انه هذا بده يتجوز يعني صار في مشاكل بالقصة صار في عقدة يعني ما عاد هو صاير فيهم السبب انه اهل البنات كتير صايرين شايفين حالهم اهل البنات يا اما مثلا عمرها 20-22 اي والله صغيرة بنتي لسه ما بدي جوزها يا اما بتقلك مثلا انه بدي كملها دراسة يا اما عم تستنى انه لم الشمل ايه فيعني وهالشباب هاي يعني لتأخذني دول ولادنا من اي منطقة كانوا هنن ولادنا نفس الوقت أنا بقى بحب إنه ساعدهم شو فيني أقدر ساعدهم بساعدهم هلأ أنا تقريبا في 4 شباب تجوزوا على إيدي صعب القصة ما في باب لا ندق باب ولا في شيء بنشوفها بالطريق بنشوفها بالجامع بنشوفها بالجامع الشاب صعب يشوف البنات يعني كمان يعني ما فيها الاختلاط الزائد في الشاب أنا بقول له أنا بنادي لي هو ماما بيقول لي ماما إنه إذا شي يوم مثلا التقيت أنا مع جماعة بالطريق في مجال دق لك تليفون قلك على السريع تعي بأنا المنطقة أنا صارت معي عدة مرات
اسعاف اسعاف ايوه اي نحجنين الطيبه يعني دق تليفون يلون احكوا مع خالتي او قرايبتي انه بدها تحكي معكم احكي معهم قول لهم يلا انا جايه 10 دقائق ربع ساعه مسافه الطريق مسافه انا اكون وين يعني والحمد لله يعني مثل ما قلت لك توفقت مع 4 شباب والله في كثير شباب بدها تتجوز هلا ما عم تلاقي فعلا في كثير يعني عم نسمع يعني كله بده يتجوز بس في صعوبه انه الشباب هون والبنات بسوريا ايوه واللي هون ما عم يبينوا واللي هون مثلا بيقولوا لك في عنا بالشام اذا بيقدر يطالعها بالشام طيب هو ما عم يقدر يفتح بيت ليطلع ما بده يشوفها يعرفها كمان ما في مشكله لا في شباب بيقولوا لك ما في مشكله انا بشوفها انه على الكاميرا بحكي معها مع اهلها هي بس ما في يعني عم تكلفهم في ناس يقول لك انا ما بطلع بنتي تهريب وفي ذا ما في يعني مثل ما بيقول بالمثل صحيح لا تاكل ومقسوم لا تقسم لا تاكل يعني ما هذا المثل اهلا وسهلا فيكي ان شاء الله كل عام تجيب خير اهلا وسهلا ان شاء الله ان شاء الله الله يكرمنا نرجع لبلادنا ان شاء الله ان شاء الله الله يسلمك جينا وجينا وجيناكم الله محيي ملقاكم وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة وياكم